السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما بخير ودايما يا رب في سعادة. ده تفسير الكومنتات الخاصة ب آخر بس اللي نزلت، كانت تحت آخر بس. سوها، بسم الله. حلمت أختي فاطمة سمينة لكونها حامل، وجلبت معها كفتة مشوية، فنصحتها لتنتبه لصحتها. ونحن نتهيأ لأكلها، أتت أمي من حفل ما، فأتت لتشاركنا الأكل. فقلت لها: ألم تأكل الدجاج واللحم هناك؟ قالت: نعم، ومع ذلك سأشارككم الأكل. طيب يا سهى، ربنا يرزقك الخير. أولا الكفتة بالنسبة لأختك فهي خلاص ما لهاش أي أمر، لأن هي بالفعل يعني حامل. بالنسبة لك انت هو رمز للخطبة، ان ماما بتشارككم فيها، فده معناه ان ماما هتسعد بأمرين: امر وضع اختك بإذن الرحمن، وثانيا امر خطبة ليكي ان صدقت الرؤية. فرح مسرور. حلمت اني دخلت غرفة وتبعني رجل وحضني، قلت: الا ترى اني امتلأت؟ قال: نعم جميلة. وابتسم، ظهرت اسنانه العلوية متسخة، وظهرت فتاة صغيرة، قال: هي ترانا. قلت: لا بأس. وأحضرت مفتاح، أردت إقفال الغرفة لكنه خرج لإصلاح النور. بصي يا فرح، يعني ربنا يرزقك الخير، ده رمز لشخص يعني هيقبل عليكي وهيشوفك على خير، وانت بالفعل على خير. لكن بالنسبة له هو ان أسنانه متسخة وانه خرج يصلح النور والكلام ده، فده معناه انك انت على خير وهيكون في محبة للشخص ده. بس الشخص ده امره مش هيتم بسهولة، لانه يعني اولا علاقته باهله علاقة مش طيبة، ده اولا. ثانيا انه يعني هيكون في ظروف كتير تعطيل ما بينكم، هو ده النور اللي هو خرج يصلحه، فهو محتاج انه يصلح من نفسه وانه يحسن علاقته باهله، دي اسنانه اللي كان فيها مشكلات. صعب المنال. حبيبتي ربنا يبارك فيكي، حلمت انك في ساحة المدرسة وفي ايدك ميكروفون، وتجمعوا عندك كل بنات المدرسة يفسروا احلامهم، وكانوا فرحانين. وقلتي راح تستخدمي الباز الذهبي، وحطيتي قدامي مربع ابيض عليه دايرة ذهبية، ونفس المربع بس اكبر حطيتيه بجهة تانية، وفي لعبة تركيب صور كبيرة جدا شكلها مربع من 4 قطع، واللي يركب الصورة تفسري له حلم. فجأة صار كل البنات فيهم كورونا وأنا لأ، وهربت، وكان في قطط كتيرة تعبانة فيهم كورونا. بصي يا صعب المنال، يعني ربنا يرزقك الخير. أولا هو رمز لأن في بشرة ليكي، كان ممكن يكون يعني أضغاث أحلام والكلام ده كله، لكن القطط يعني هنا ده والفتيات الاتنين رمز واحد، انك مش انت لوحدك اللي عندك مشكلة او حالك متوقف، لا في حد تاني معاكي من النساء، هي دي القطط. تركيب الصور اللي انت شفتيه و4 قطع ده معناه انه في ان شاء الله بإذن الرحمن اتمام امور ليكي، وتركيب القطع ده رمز للجمع او تجميع، فده رمز ليه ان شاء الله تيسير في حالك بإذن الرحمن. وجود اي مفسر او اي معبر رؤى ده رمز يعني متفق عليه انه الشخص ده في خبر طيب هيجيله، في خبر طيب هيجيلك بإذن الرحمن، فالرؤية كلها تخصك انت، ربنا يرزقك الخير. شيري، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رأيت انني داخل سيارة لم أرى شكلها ولا لونها، وعلى الأرجح كانت ماشية في شارع ومكان لا أعرفهما مع شاب اسمه طارق، على الأرجح في المقعد الخلفي، وكان يلبس لباس العريس التقليدي لبلدي. لمست كمه وقلت له: الجو بارد؟ فقال لي: جئت رغم انني متعب. وكان يبدو علي عدم الارتياح. بصي يا شيري، يعني ان صدقت الرؤية فطارق ده خلاص راح لحاله، ان صدقت الرؤية، لكن مش عشان ان هو جه انه هيكون الرمز ليه، لا الرمز هنا ليه، الرموز هنا ليه، ان هو خلاص يعني هو بقى ذكرى، لكن في شخص تاني. طارق ده رمز لشخص يعني هيظهر في حياتك ده، بس الاسم يا شيري هو ملهوش علاقة، فده شخص ان شاء الله هيظهر في
في حياتك بإذن الرحمن، ونسأل ربنا إنه يكون على خير. صحيح هو هيكون بيمر بكرب أو بيمر بفترة هم، هو ده يعني إنه بيقولك إنه متعب أو يبدو عليه عدم الارتياح، فده معناه إنه هيكون لسه خارج من أمر يعني خاص بكرب أو مشكلة، ومن بعدها يعني نسأل ربنا ييسر حالكم. هنا حلمت في بنت عمي اسمها ابتسام عندنا تحممت وطلعت ومبتسمة، وأنا انصدمت وقلت في أولاد وشفت، بس كان في بالي إن صار فيها سرطان وشالوا، وبعدين لفت جسمها بطرحة سوداء بس كانت. وأبويا أحمد دخل عندها الغرفة، ولما طلع أنا وأمي قلنا ليش تدخل عندها وهي بتلبس، فقال ما شفت شيء كانت مستورة. وطلعت ابتسام من الغرفة لابسة عباية سوداء وطرحة وتحت بنطلون جينز أزرق، وكانت هتروح بس أبويا قال لها ما هتصل عليكي خلاص ونسيت الباقي. طيب ابتسام ربنا يحفظها يا رب. أولا في زوال كرب بالنسبة لها هي، ليكي انت الرمز الوحيد اللي شفتيه ده فرج ليكي بإذن الرحمن. إن صدقت الرؤية فهو رمز لإن ابتسام هتحمل في مولود ذكر، إن صدقت الرؤية فهو حمل في ذكور. شاهد علي حلمت إن أخويا بعت لي كيس جوز ومكسرات وأنا باكل عين الجمل بكسره وأكله بسهولة، وقلت لبنتي خدت الكيس من خالك ليه وما كنتش عاوزاه. بصي يا شهد يعني يا ريت تذكري حالتك، لأن يعني ده ربما إنه حمل إن كنت في سن حمل، فاذكري حالتك وحال أو سن بنتك. لبنى حلمت إني في دورة المياه وقضيت حاجتي وخرجت، ورأيت رجل طلب مني أن أحضر له أوراق فذهبت، وأنا أصبحت رأيت كراس مكتوب عليه اسمي ولقبي، ثم رأيت كراس آخر ومكتوب عليه هو أيضا الاسم واللقب لي. أنا عزبي. ربنا يرزقك الخير يا لبنى. أولا يعني يا ريتك ذكرتي إن كنتي بتبحثي عن عمل، أولا ده رمز قضائك لحاجتك، قلنا ده دفع خبث زي ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، فده دفع خبث أو دفع فترات هموم كنت فيها. الكراس مكتوب عليه اسمك ولقبك، وبعدين لقيتي كراس آخر ومكتوب عليه برضو الاسم واللقب، فياريت برضو ذكرتي لأن ده رمز لأن في شخصين هيظهروا في حياتك متتابعين، معنى اسمك عليهم معنى ان هيكون في محبة، يعني الاشخاص دول مش هيظهروا عن يعني بس لانه يتقدموا لك وينتهي امرهم، لا ده واضح انه هيكون في محبة، لكن امر مين اللي هيتم الله اعلم. هنا مفيش رمز خالص لامر مين اللي هيتم، هنا في رمز لدفع الخبث اللي هو قضاء الحاج، لكن الكراسين وعليهم اسمك ده رمز لشخصين هيظهروا متتابعين ان صدقت الرؤية يا لبنى. مغانم كثيرة حلمت اني بطولة وخلف شاب. بسم الله. على طاولة اخرى مع امرأتين ورجل، احدهما شفت شعرها قلت هي زوجته، ثم ذكر امر عن المرأة قالت التي بجانبه، العلماء قالوا عن ذلك الصبر، وفرشت بطانية خضراء على الطاولة لوضع العجين بها، وضعت أخرى حمراء على الكرسي، قلت في نفسي هي لأخي أيوب هي في الحقيقي، وهممت أصعد. أنت اللي حطيتي فرشت بطانية خضراء على الطاولة لوضع العجين به، ووضعت أخرى حمراء على الكرسي، قلت في نفسي هي لأخي أيوب هي له في الحقيقة، وهممت أصعد للسطح، ورأيت صندل أزرق أسفل طاولة الشاب كنت سأخذه لأرتديه، علمت إنه له ولم ألبسه، ثم لمحت صندل آخر أبيض ووردي أجمل بأسفل طاولتي وذهبت وارتديته، ومررت بجانب طاولته وشفت لبس الصندل وهو ينظر إلي وأنا ذاهبة للصعود للسطح، وشفت هناك نساء فرشت كل واحدة أمامها كومة من الزرع بتنقيه، ولمحت شابة تغربل الحبة السوداء عن حبوب بيضاء وتساعدها أخرى. بس يا مغانم كثيرة يعني ربنا يرزقك الخير إن كنت عزباء، لأن أنت مش ذاكرة الحالة، بس أنت بتقول الشاب ده أنا دعيت بيه، فده معناه أمرين، أولا
ان الشخص ده ربما انك صبرتي فترة بتدعي بيه، ده رمز ايوب اللي انت كنتي بتذكريه او البطانية بتاعت ايوب، فده معناه انك صبرتي ودعيتي بيه وكده. الرمز الطيب ليكي اللي كان تحت طاولتك، فانت بتتمني حاجة الشخص ده على الرغم من انه ان شاء الله اللي جايلك افضل بكتير، لان اللي كان تحت الطاولة بتاعتك انت كان شكل افضل، والالوان اللي ذكرتيها الابيض والوردي والكلام ده، ده رمز الافضل. كمان البطاطين اللي انت حطيتيهم الخضراء والحمراء، فده رمز لشخص صالح ورمز لمحبة. فالرموز كلها ان في ارتباط ليكي، فما تزعليش، فهو ارتباط من شخص افضل للعلم، يعني هو ارتباط من شخص افضل. الغربلة اللي انت شفتيها ده معناه انه يعني ان شاء الله باذن الرحمن هيكون شخص يعني بيميز الخبيث من الطيب والكلام ده كله، فهو شخص بيفرق بين الحق والباطل، ويعني شخص على خير، فما تزعليش ابدا، لان ان صدقت الرؤية اللي جايلك افضل باذن الرحمن. لؤي، رأيت قبل أسبوعين تقريبا رجل اسمه عطا، هو في الحقيقة متوفى منذ سنوات وعمره في أواخر الخمسينات، رأيته واقف بصمت ولا يتكلم، فمشيت بجانبه وكان ينظر إلي من دون كلام. طيب ربنا يرزقك من فضله، هو ما فيهاش أي حاجة غير عطا، وعلى فكرة اسم عطا بيكون عطا الله، زي هبة هبة الله منة الله، ففي أسماء بتبقى يعني معروفة. إن صدقت الرؤية فهو عطاء من ربنا سبحانه وتعالى مقبل عليك، بس بأمر كان متوقف. شوف بقى إيه اللي متوقف عندك، هل متوقف معاك رزق، متوقف معاك ذرية، متوقف معاك، شوف بقى إيه اللي متوقف معاك، لأن معنى إنه جايلك متوفى بالاسم ده فده أمر كان متوقف معاك وهيتيسر من ربنا سبحانه وتعالى الفترة المقبلة إن صدقت الرؤية، والله أعلى وأعلم. بسملة صابر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رأيت بأن أسرتي وأسرتين آخرين لا نعرفهم في حالة حرب، ثم قمت بالصلح بيننا وبين إحدى الأسرتين، وجعلت أخي محمد يصافح أحد رجالهم، والذي كان هناك بعض الدم في كف هذا الرجل، ولكن الأسرة الأخرى بقيت معادية لنا، وعندما كنا في السيارة قامت بإطلاق الرصاص علينا، ولكن بدلا من أن تصيبنا أصابتهم هم. في الحقيقة إننا مسالمين ولا يوجد أي عداوة بيننا وبين الآخرين، إنني غير متزوجة وفصلت من عملي. بصي يا بسملة، ربنا يحفظك. بس ده رمز لهمين أو مشكلتين اجتمعوا عليك، هما دول الأسرتين اللي كان ما بينكوا وبينهم حرب، فدول همين واجتمعوا عليك، ومش عليكي بس، على محمد كمان، بس محمد اجتمعت عليه أمر خاص بالماديات أو كرب خاص بالماديات، هو ده الشخص اللي كان بيصفحه والدماء اللي كانت ما بينهم والكلام ده كله، فهي رموز خاصة بالماديات. طيب الأمور دي اجتمعت عليكم بسبب ايه؟ طبعا كله اختبار من ربنا طبعا، لكن الرموز هنا الرصاص اللي أطلقوه عليكم، ده معنى انه في حسد وقع عليكم، في عين أصابتكم، والحمد لله ان هي يعني انت شفتيها ان هي اتردت، او بدل ما ان تصيبنا اصابتهم هم، فعرفي ان الامر ده يعني هيترد عليهم، اللي ازحت او كان في نواياه خبث فهتترد عليه، الحاسد لابد انه هيحسد برضه، فاعرفي انه ان شاء الله الامر ده مش هيسيبكم لفترة طويلة، ان شاء الله هيزول طالما انه الاصابة ما جاتش فيكم، فربما ان هي بس فترة توقف كده بسبب حسد او عين، وان شاء الله هتزول. شوشو، حلمت اني نايمة على السرير ولقيت حواليا فار صغير، رحت قمت وزقيته ولقيت الحيطة عليها نمل كتير وعليه ذباب، وعلى كرسي البنت ذباب، رحت غسلته بالمية وديتها الكرسي. بصي يا شوشو، ربنا يرزقك الخير. الفار اللي انت شفتيه حواليكي، قلنا الفار ده معروف ان هو امرأة فاسقة، فهي امرأة فاسقة، بس هي كمان حاسدة. حاسدة لمين؟ حاسدة الراجل عندك علشان النمل اللي انت شفتيه، وحاسدة لبنوتك، فهما اتنين اتحسدوا، البنوتة وربما بقى ان كان زوجك، ان كان حد من اخواتك اللي انت عايشة معاه،
اللي الأمر ده كان في بيته، كان في بيت أهلك، اعرفي إن رجل من أهل هذا البيت. إن كان بيتك فهو زوجك، لأن الأمر هنا خاص كمان ببنتك إن صدقت الرؤية. طيب إيه جي؟ هو اتفسر من شوية نزل على منوعات، يعني رؤيتك من شوية نزلت على منوعات. بالله أعزب وشفت جرذان دخلت لجنينة بيتنا وكانت فوق الأشجار وتنظر لي وأنا واقفة في نافذة المطبخ، ولسه واقف ينظر لي ويبتسم ابتسامة مكر. فقلت أخرج، ثم أعطى يده لأختي من النافذة ونزلت عنده، يده طويلة متسخة. أعطاني يده لأنزل فرفضت واستدرت. وجدت أخي الصغير فتح نافذة المطبخ ليطل عليه، كاد يسقط فمسكته وبحثت عن رقم الشرطة في الهاتف، فمن التباكي لم أجده. وقلت لأختي الصغيرة قولي لصلاح يذهب له ويخرجه من الجنينة. بصي يا بيلا، ربنا يرزقك الخير. أولا الجرذان اللي فوق الأشجار والكلام ده رمز لصحبة غير صالحة للنساء عندكم، فأنتي وأخواتك النساء ركزوا في الصحبة اللي حواليكم، لأن ده رمز لأشخاص مقربين، هم نساء فاسقات ويعني صفاتهم مش طيبة. اللص اللي وقف ينظر وأختك يعني خرجت له، فأختك تحذر من شخص منافق وشخص ما فيهوش خير وشخص يعني صفاته سيئة جدا. الحمد لله انك انت ما رحتيش، فده معناه انه مش سهل انه يخدعك انت، لكن اختك هو اللي رموزها يعني لازم تنتبه. بالنسبة لك انت واتصالك بالشرطة وصلاح والكلام ده كله، فنسأل ربنا انك يعني شخص على خير، ربنا يحفظك، لكن اختك عليها تنتبه. سارة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أختي حلمت إنها اشترت شقة في العامرية ب2000 وحاجة، متزوجة. طيب ربنا يرزقها من فضله، إن صدقت الرؤية فهو سعة رزق لأختك وعمار في بيتها وتحسن في حالها وحال زوجها. ويا ريتك ذكرتي إن كانت يعني في سن حمل، لأن الرمز ده إن كانت في سن حمل فده رمز خاص بالذكور شوية، لكن خلاف كده هي رمز لسعة الأرزاق إن صدقت الرؤية. سمر نور، حلمت أنا وأخي راكبين تاكسي ورا، ودخل سائق مجهول بطريق غير ممهد وقال لأخي لما دخلت من هذا الطريق يا سمير؟ وقال لنا أخي اغلقوا نوافذ جيدا، كأنه خاف من اللصوص. وتعطلت أضواء السيارة، كنا نسير بظلام. ووصلنا المكان لإصلاح السيارة ونزلوا كلهم، أبقيت بالسيارة وكانوا حول السيارة أطفال كتير بنفس السن والوجه يبيعون مناديل ورقية، وخفت منهم وأغلقت السيارة جيدا وأخدت المفتاح، وكان بيدي كومة مفاتيح، وطردت الأولاد وضربت واحد وكان فيه شرطي ساعدني بطردهم. بصي يا سمر، يعني ربنا يرزقك الخير. اولا انتي واخوكي واللصوص واضواء والسيارة كمان تعطلت في ظلام، وكل ده رموز انك انتي واخوكي يعني احوالكم متشابهة، ان كان في تعطيل، ان كان في امور متعثرة، ان كان في كرب علشان الظلام والسيارة اللي بتقع، فانتوا مشتركين في احوالكم مشابهة. بس بالنسبة لك انتي على فكرة الاولاد اللي اجتمعت دي يعني ربما انه كرب اكتر من كربة او اكتر من هم بتحمليه، واجتمعوا عليكي. الخير في المفاتيح اللي كانت معاكي، فاعرفي ان في اكتر من امر هيتيسر، لان المفاتيح رمز لفاتحة الخير، منهم المفتاح اللي انتي اخدتيه في الاول والولد اللي ضربتيه، فده رمز الامر زواج. طالما المفتاح جالك في الاول فاعرفي ان ده رمز لامر زواج كان متوقف علشان الولد اللي اتضرب. المفاتيح اللي اجتمعت بعد كده ده رمز لان من بعد امر ارتباط في اكتر من فاتحة خير هتتيسر ليكي ان صدقت الرؤية يا سمر، والله اعلى واعلم. دول كده الرؤى الخاصة باخر بس، وان شاء الله باذن الرحمن هنكون دايما يعني ناخد جزء من الرؤى اللي بتنزل تحت البث. بذكركم يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. أترككم في رعاية وحفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.